السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. الفيديو هذا يلقاكم بصحه جيده. كي دايرين مع رمضان؟ غادي مزيان الحمد لله الحمد لله. المهم اليوم جيتكم فيديو جديد. قبل بعدا ما نقول لكم الموضوع ديال الفيديو الجديد، شكرا لكم بزاف على التفاعل اللي لقى الفيديو الاخر. شكرا لكم حيت طلبتوا مني هذاك الفيديو حطيته لكم، وفعلا دخلتوا تفرجتوا فيه، دخلتو علقتو فيه، خليتو ليا لي كومونتير ديالكم، بينتو ليا الحب ديالكم. شكرا لكم بزاف، كنبغيكم كاملين وكنموت عليكم كلكم كلكم واحد واحد. الفيديو ديال اليوم غنديرو رياكسيون، نو ماشي رياكسيون. الفيديو ديال اليوم غيكون على واحد الحاجه اللي ولات مشهوره بزاف 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 في تركيا، والتركيات كاملين جربوها وكلهم كيشكروها. فانا جبت لكم فيديو ديال واحد الانسانه كتشرح كيفاش كدير هذيك الحاجه، هو ماسك الوجه. بالنسبه للبنات اللي انتريسي، ماسك الوجه اللي دابا ماشي بزاف في تركيا وجايب ملايين ديال المشاهدات، الناس كلهم كيديروه وكيشكروه، فجبتو لكم. بيان سور غنخلي لكم الفيديو هنايا ديال الاخت اللي كديرو، وهي كتشرح بلي ديتاي كلشي كيفاش كيدار الماسك، وانا او ميم طون غنكون كنهضر باش نترجم لكم شنو كدير. فوالا هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليكم معايا. هذه وصفه رائعه، كتجبد لك الوجه تماما بحال البوتوكس، كتعمر التجاعيد، كتمليهم وكتحيد لك حتى التصبغات. بالنسبه للمكونات غتحتاجوا فقط جوج ديال الحوايج، هما الاسبرين وبيض بيضاء. هنا كتقول بلي هي حيدت الصفار ديال البيضة، خلاتو ابار، تقدر تستعملو بشي وصفة اخرى، وغتخلي فقط البيض ديال البيض هو اللي غتستعملو في هاد الوصفة هادي ديال اليوم. خدات الاسبرين حطاتها في زليفة وزادت عليها معلقة وحدة ديال الماء كدوبها فيه، زادت بيض البيض وقالت لك خاصكم تحركوا مزيان، تقدر تحرك سوا بمعلقة سوا بفرشاة سوا بتراب هداك الباتور الكهربائي. المهم في هذا الشيء كامل هو انك تحصلي على واحد الخليط كيشبه الموس، يعني لا موس ولا كيشبه لشي كريم. هي خلطات هنا بالتراب باش تربح الوقت، اما قالت لك تقدري تخلطي باش ما بغيتي، الاهم هو انك تحصلي على الموس. هنايا خدات فرشات، تبقى الاولى قالت لك غتستعمل فيها الفرشات، خاصك ضروري تحطي على وجهك يكون نقي، غديرها على وجهها كامله، كديرو على وجهها كامل، كتوزع هذاك الكريم على وجهها كامل. وفي الوقت اللي كتوزع فيه الكريم بغات تذكركم بالفوائد ديال المكونات اللي حطات فيه. بالنسبه للبيض هو كيقتل لي بكتيري اللي كتسبب في ظهور رؤوس سوداء والحبوب، birçok faydası bulunan aspirinin içeriğini وكيحبس تكون الزيت في البشره انفلاماتوار ديريكت سيفيجي oluşumunu önlüyor. Aspirin ayrıca ciltte enfeksiyon yayılmasını önlüyor. بما انه فيه المغنيسيوم فهو كيأخر شيء فخط البشره والتجاعيد بيان سور. والبيض كيحتوي على الكولاجين فهو كيسد المسامات ديال البشره. بما انه غني بالبروتين والبوتاسيوم فهو كيدغطي بزاف البشره وكيغذيها، كيعطيها جميع الحوايج اللي غتحتاجهم. هذا بما يخص البيض. اوكي دابا قالت لكم كتطبقوا الماسك بطريقه متساويه على الوجه، كتديروا حول العينين ولكن ما تلصقوش في عينيكم، قلبوا هكذا حول العينين ودارتو حتى يديها، غديروا العنقها. ودابا غنعرفوا الفوائد ديال الاسبرين للبشره. الاسبرين فيها لاسيد ساليسيليك اللي عنده بزاف ديال الفوائد، من بينها كيمنع تكون او تطور لاكني انفلاماتوار، هما دوك الحبوب اللي كيكونوا كبارين بيضين وكيضروا، كيكون فيهم الاسبيد وكيضروا. كيحيد لي بوان نوار حتى هو، وكيقاد البي اش ديال البشره. كدير حركات لوجهها، كتماسي بها وجهها ويديها، قالت لك هي كدير ديما كدير هاد الحركات باش كتطور او كتزرب التطور ديال المنتوج في البشره ديالها، باش البشره ديالها دغيا تشربو. وميم طون كتركز على دوك البلايص اللي فيهم التجاعيد او البلايص اللي فيهم البقع السوداء او السميره. كتسنى 5 دقائق على ما نشفات الطبقه الاولى وكتزيد الطبقه الثانيه.
yıkıyorum. Yalnız bu aşamada acele etmiyorsunuz arkadaşlar. Bakın هاد المرة ماسك كديرو نيشان الأمور بو بيديها، شكل ovalıyoruz. İşte كتخليه ينشف şöyle uyguladığınız وكتغسلو بالماء دافي. güzelce hızlı bir şekilde kurtulabiliyorsunuz. حركات الغسيل كتاخد الماء كديرو في يديها وكتبقى تديرو بحركات دائرية. çok güzel sonuç elde ediyoruz. Pürüzsüz. كتمسح وجهها من بعد يا إما غتمسحو بفوطة فوطة نقية يا إما بالورق. كلينكس لاند نحنا. doğal bir nemlendirici ile gerekli bakımını وقالت لكم دابا شوفوا النتيجة البشرة متغذية ورطبة بزاف daha taze bir cilde kavuşmuş oluyorsunuz. Güzel. قالت لكم شوفوا بشرة ما فيهاش تهريعيد هي ديما كتستعملوا دارت ان كريم ايدغاتون قالت لك باش نوفر ليدغاتاسيون كاملة للبشرة ديالي فوالا حبابي هنا كيسالي الفيديو ديالي بالنسبه للناس اللي بغاو او البنات اللي بغاو هكذا ندير لكم على تركيات كيحطوا دي ماسك كيديروا وصفات وغوني بحال هكذا نترجم ليهم تقدروا تكتبوها ليا في التعاليق وغنديرها لكم بيان سور افيك بليزير حيت بغيت ننوع المحتوى شويه ما بغيتش نبقى غير في دي زابليكاسيون او لا تطبيقات اللي ربح من الانترنت سورتو انا ما كنجيش ونحط لكم غير تطبيق هكذا لقيتو في الانترنت غنجي نقول لكم غنجي نقول لكم لا كنبغي التطبيق اننا نجربو انا نخدم به نعرفو بلي افيكاس 100% بلي خدام عاد نحطو لكم وبيان سور هادشي ما غايجيش يدار بين ليله وضحاها داكشي كياخذ ليا شويه ديال الوقت وداكشي علاش اونترطون او بين هاد جوج وقيتات ديال الفيديو ديال التطبيق وتطبيق اخر لو طون لي انا كنوجد فيه ولا كنجرب فيه تطبيق اخر نقدر نعطيكم فيديوهات من نوع ثاني مثلا وصفات فلوغات لكن بما اننا دابا محبوسين ما كنخرجوش الا كنتو مهتمين بهذا المحتوى ديال انني نترجم لكم القنوات التركيه نقدر نترجمها لكم فوالا هذا الشيء اللي كاين تهلاو فراسكم بزاف في الفيديو الجديد ان شاء الله بسلامه